الله الرحمن الرحيم. وغلبت تغلب حتى تكلموا في الأرض حارثا عن سائرها. عبارة عن تغلب غلب لما دخل حارث بن عباد الحرب بسبب اللي ذكرت في الدرس الماضي، غلبوا حتى كلموا حال حارث من القبر، دسوا حيا في قبر وجعلوه فقر ما جعلوا على القبر. فمر الحارث بن عباد فهو في حال تشبه الى قتل الاخر، فانشده خلال منزلين ابنيته فاستبقى بعضنا حنانيك بعض الشريعه ومن بعض، وحلف لا يتركهم حتى يكلموه تكلمه موتى في القبر. عمرو بن كلثوم والأخطأ لنسبه إلى العراق من وجوه طالب. هو يذكر من كل قبيلة من شاهرها سواء كانوا أهل خير أو أهل شر، المشهور معروف من مشاهير بني طالب، وخصوصا العراقم، والعراقم هم سادة طالب، أولاد مرعى كشف عنهم الغطاء، هم أطفال نظروا إليها بعيون وقالت كأنهم عيون العراقيين في الحياة جمعاق، فسموا العراقيين. من هؤلاء العراقيين عمرو بن كلثوم الثعلبي يقاتل عن ابن هنجر صاحب المعلقة المشهورة، هاي النونية المشهورة لا أبي بصحني في أصبحنا ولا توقي خمر الأندرين التي يقول بأي مشيئة عمرو بن هند بنا الوشاة وتزدرنا بأي مشيئة عمرو بن هند نكون لخير كن بها قطعنا تهددنا فوعدنا رويدا متى كنا لأمك مقتوين، إن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا، إذا عض ثقاه بها اشمئزته ولته عشوزنة زبونا عشوزنة، إذا انقلبت عرنة تشوش قف المذقب والجبين. والأخطر هذا الشاعر النصراني الإسلامي شاعر بني أمية ومدحه ومهاجي جرير ومناصر الفرزدق صاحب النقائض الشهرات في بعض العلماء العربية جمعوا القصائد التي يناقض فيها ولا شعر بعضهم بعض نقائض جرير والأخطر الفرزدق من قصائده، من ورائق قصائده التي فيها مهجات الشريف، كذبتك عينك فرأيت بواسطة على الظلام من الربا بخيال، تعرضت لك بالأبالخ بعدما قطعت بأبرق خلة ووصالة وتغولت لتروى عنا جنية والغانيات يرينك الأهوال، يمددن من هفواتهن إلى الصبا سببا يصبن به الرجال طوالا، ما إن رأيتك مكرهن يا جرى فينا فلا كحبالهن حبالا، المديات لمن هوين مسبة والمحسنات لمن قلين مقالا، رأينا عادك ما رأينك شاهدا وإذا مددت يكن عنك مذالا، وإذا وعدنك نائلا أخلفناه ووجدت عند عداتهن مطالا، وإذا دعونك عمهن فإنه نسب يزيدك عندهن خبالا، فبني كليب عمي الذا قتل الملوك وفكك الأغلالا، وأخوهما السفاح ضم خيله حتى ورد نجيب الكلاب نهالا، فانعقد ظهنك يا جرير فإنما منتك نفسك في الخلاء ضلالا، منتك نفسك أن تعارض دارما أو أن توازن حاجبا وعقالا. ويعارضها جرير بالقصيدة المشهورة حي الغداة غرامة الأطلال رسما تحمل الوفاء حالا، إن السواري والغوادي غادرت لذيح محترقا به ومجال حييت الاستعدام فأن في صاحب بحزيز وجرته إذا أخذنا عجالا أجهضنا معجلة لستة أشهر وحذينا بعد نعالي إن نعالا التي يقول فيها إني خلقت فلا نعافية تغلب لظالمنا عقوبة ونكالا، قبح لله وجوه تغلب إنها هانت علي مراسينا وسبالا، فالمرسين ينتشوا ببناتهم الذاهبين إجارة وسؤالا. عمرو بن كلثوم والأخطأ لنسبه إلى العراق من وجوه طالبه. واحتج بلغته الأخطأ. كان المثل يرد الشعر من فؤاد كلام الشعر.
فله ولا تحتجب، لكن من غالب أنهم يتأولون وينكرون الكلام كلام الله تعالى، ويزعمون أنه مخلوق ويحتجون بشعار نصراني لا أعرف شيئا عن هذا. هو من ناحية أصل اللغة يحتجب، لأن شعراء دولي رميهم يحتجبهم، هذا المشهور. لكن المعاصرون لهم من النحويين الأوائل لا يحتجون به، ويجاوب عن ذلك بقولهم المعاصرة تمنع المناصرة. النحويون الأوائل يلحنون الأخطاء من ذلك. طلع ابن الحضرمي وعبد الرحمن الحضرمي وميمون الآخران وحمد الستلفيل ومدار نحوي الأوائل الجيل الأول والثاني من النحوي، لا يقال فيهم أباهم من عاصرهم وقبلهم متأخر، وهو على مثل الفرزدق وجرير وخلحان وغيره. لكن في الأمور الشرعية وسيف دولة بني عباس إلى بني حمدان ونسوب سيف دولة بني عباس إلى بني حمدان، بني حمدان إلى الكياس بني حمدان، وهذا ممدوح المتنبين الشهر اسمه علي بن أبي الهجائي بن حمدان بن حمدون بن حارث بن لقمان بن راشد. ويقول المتنبي يسلسل نسبه، قل أنت أبو الهجاء بن حمدان يا ابنه، تشابه مولود كريم ووالده حمدان وحمدون وحمدون وحارث وحارث ولقمان ولقمان وراشد أولئك أنياب الخلافة كلها وسائر أملاك البلاد الزوائد. أنت حسام الملك والله ضارب، وأنت لواء ديني والله عاقد. سيف دولة بني العباسي إلى بني حمدان الأجاسي من بني بكر بن حنيفة، ثم قال هو ومن بني بكر بن حنيفة ابن لجيمي بيئة سخية. هو يطلق عبارات ردود فعل على مواقف خاصة لبعض القبائل. طبعا بن حنيفة كانوا بقيادة مسلمة الكذاب، كانوا بؤرة الردة في صدر الإسلام، فأطلق عليهم بئة سخيفة. هم ليسوا بئة سخيفة، هم قبيلة عظيمة من قبائل العرب، وحجوا اللقاح ما كانوا يدينون الملوك، والذين يقولوا فيهم سادون مالك ربيعة بن قيس بن ثعلبة يسر خلاه وبعدنا أولاده واشكره اللقاح. نعم، من آمن منهم بمسلمة وتبعه فهو سخيف الحقر. ومن بني بكر بن حنيفة بن لجيم، لجيم هذا بن علي بن بكر وائل أخو صعب بن علي أو بن صعب، فهو أخو هو إما أخو صعب بن علي بن بكر أو ابن صعب، لا أذكر الآن، الغالب ظني أنه ابن علي فقط. كل شيء فئة سخيفة. ومن حنيفة أبو ثمامة، أبو ثمامة ومسلمة الكذاب، هذه كنيته في مقامات الحريري، إنه الأكذب من أبي ثمامة حينما حرق بالإمام. وابن ثالث ثمامة ابنه ذلك الذي هو سيد الإمام الحقيقة، هذا أخذه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غير أخذه أسيرا، فربطه النبي صلى الله عليه وسلم بسارية مساء المسجد، فكان يمر به يقول ما عندك يا ثمامة، فيقول إن تمن تمنون على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تسأل مالا تعطى. إذا جاء من الغد عاد عليه السؤال فقال يقول له هو ما قلت لك يا ابن سعيد الكلمة كلمة ثالثة، أطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمه وأسلم، وفاجأ قريشا وهو مجدد
دخل عليهم محرما ملبيا بتلبية الإسلام، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فأسلم بها. قالوا كيف أسلمت صبعتك؟ قالوا نعم أسلمت. قل لن تصل إليكم حبة بر ولا تمرة من الإمامة حتى تسلم. قطع عنهم موردا عظيما من موارد رزقهم. قال أمامة على قريش هزم ملبيا ولم يرى إذ ذاك حما منعهم استيراد الطعام من بلدته. فيقول حسن يقول حسن وما بيده وابن أبيه أخو حنيفة عيشجو بن لجين هو ابن أبو حي من بني بكي نواس الذي يرى نطق أحلام أمه القطع ففطنت لأن الزهر والبيض وأبو دلفين الندبو إليه منصب. قال إن عجل ابن لجيم أمه تسمى أحلام فنظرت إلى القطع هائلا بالليل فنبهت حي وقالت لهم لو ترك القطع ليلا لنام فنبهتهم أنهم مبجتون أن جيشا يبجتهم ليصبحهم فصدقها زوجها ونجا على مهل والحي كذبها فاستبيح غدا. فقال بها القولة التي أصبحت من الذي قالت حلامي وصدقها فإن القول ما قالت حلام. وابن أخيه إجلون الذي أرانت أي نظرت أرانا إلى الشيء إذا من غريه حلامي أمه القطاء ففطنت بأن أثاره البيات. وأبو دولفين الندو هذا أمير عادل عباسي ممدح الذي يمدحه أبو تمام بقصيدته البائية مشهورة التي يقول فيها انذخرت يوما تميم بقوسها وزادت على ما وطدت من مناقبه فأنتم بلقار أمالت سيوفكم عروش الذين استرهنوا قوس حاجب. وابد الوثين الندو إليه ينسب إنما الدنيا عبد لهم بين باديه ومحتضره فإذا ولا عبد لهم ولت الدنيا على أذن فأصبح هذا المذهب في المذهب المالكي. وقال ابن رشد جدي جد محمد بن أحمد بن رشد قاضي أبو الوليد قاضي جماعة القرطبة والتأليم المشهرة المذهب المقدمات على المدونة والبيان وتحصل على العتبية والفتاوي هو يقال فيه إنه أبو دولف المدد إنما الدنيا أبو دولف كان بعدها متظر فإذا ولا أبو دولف ولا تكوني على هذا أبو دولف إن ندبو إليه منصب وتنصب إليه أيضا دعوة باعتبار ظنها أم بني الجعراء بالعنبر بن عمرين الغوغائي هي أم بني العنبر بن عمرو بن تميم. قال والغوغاء لأنهم هم أيضا صدقوا المتنبع سجاح فإلا بهم قبيلة هذا القبائل هم هؤلاء يقال من الجعراء لأنها هي هذه كانت تحمق أول حمل أنت ما شعرت بالحمل لما أخذ طلق النفاس ظنت أنها أخذ قضاء الحاجة خرجت ولدت ولدت ظنته خرج من مخرج الحاجة ما فطنت سمعت يبكي جاءت إلى ضرتها وقالت لها يا أنت هل يفتح الجعر وباه سعد غالب قالت نعم يدعو أباه وذهبت قصت غراء وجاء لولدها فصاحت ثم الجعراء وقال لهم بنو الجعراء يوم فدعت أم بني الجعراء بالعنبر بن عمرو الغوائي. أمين الله.